وباسم جلالة الرئيس ثورة صور إني أرحب بيكم في المؤتمر الصحفي لتدشين وإعلان الجبهة. المؤتمر موجه ومخصص للصحفيين. طبعا بنرحب بكل الزملاء والأصدقاء، لكن في الأساس إحنا هندي أولوية في الحديث وفي الأولوية في الأسئلة للصحفيين. طبعا أنا مش متحدثة النهاردة، أنا دوري إن أنا أدير المؤتمر، بس عايزة يعني أسجل سعادتي باللحظة دي اللي أرجو إنها تكون لحظة تاريخية مهمة وتبقى تحول أساسي في مسار حياتنا السياسية اللي واجه كثير من العقبات والتعرجات والخيانات والمهاوي والحفر. هكتفي بالمداخلة دي. يسعدني جدا ويشرفني ويشرفنا جميعا ان احنا نبدا المؤتمر النهارده بكلمه ابو مهاب، ابو الشهيد مهاب حسن. مش بس نيابه عن اهالي الشهداء والمصابين، لكن نيابه عن كل المصابين نفسيا وجسديا وذهنيا وفكريا في الثوره. ابو مهاب مش مجرد والد الشهيد، وده في حد ذاته شرف كبير، وانما هو سائر حقيقي شارك في كل مراحل الثوره، واحنا الحقيقه فعلا بنسعد بان هو بيفتتح المؤتمر. الحقيقه الزملاء كلفوني وهو تكليف اكثر لي باني اقول كلمه البدايه في هذا المؤتمر، وطلبوا مني ان احكي لماذا انا انضممت الى هذه الجبهه، جبهه طريق الثوره الثوار. أنا عايز أقول لكم حاجة، وإن الأسباب اللي دعتني إلى الانضمام إلى هذه الجبهة وليه أنا عضو مؤسس فيها، أولاً لأن جبهة طريق الثورة الثوار همها الأساسي وهدفها الأساسي الذي تضعه أمام أعينها هو حق المواطن، يعني حق الشعب. وجبهة طريق الثورة لا تهدف إلى حق البعيد، ولكنها تتوجه نحو جميع الحقوق للمصريين، بدءا من الحق في عيشة كريمة، مرورا بالحق في التعليم، وكذلك الحق في الرعاية الصحية، والحق في السكن، والحق في فرصة عمل كريمة، وكذلك الحق في الاطمئنان على القانون وإجراءات العدالة، وكذلك الحق في حرية الرأي والعقيدة، نهاية إلى الحق في التعبير والإبداع. جبهة طريق الثورة تتبنى وتتمسك بمطالب 25 يناير من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. هذه المطالب التي بدونها لا نستطيع الحديث عن الكرامة الإنسانية. هذه المطالب وهذه الرؤية التي استشهد من أجلها وأصيب من أجلها الآلاف من أبنائنا. حضرت الاجتماعات، الحقيقة حضرت الاجتماعات التحضيرية لهذه اللجنة، وكذلك الاجتماعات العامة للمؤسسين، وكذلك حضرت اجتماعات اللجان المختلفة التي شكلها الأعضاء. فرأيت عملا جادا والتزاما وحماسا وإبداعا ورغبة حقيقية في العمل الجماعي، تتلازم مع توجه أيضا إلى إيجاد نظام عمل يطلق حرية الرأي والإبداع. وأعتقد أنه لا ضرورة لأن ألفت النظر إلى أسماء هؤلاء الشخصيات والمجموعات التي تشكل بدايات هذه الجامعة، فتاريخها ومواقفها الثابته ونبل اهدافها يشهد على حبها للوطن ووطنيتها، وعلى انها تضع مصلحه الوطن وامال الشعب فوق مصلحه اي جماعه او تنظيم او مؤسسه. لكل ذلك انا موجود امامكم اليوم هنا في اعلان تاسيس جبهه طريق الثوره الثوار. انا موجود بينكم ولي الشرف ان اكون بجوار هؤلاء الوطنيين المحبين للوطن، مصرين على ان نمشي معا جميعا على طريق الثوره ثوار الى ان تصل مصرنا الى تحقيق الحلم الذي دفع ثمنه مقدما الالاف من ابنائنا. رحم الله شهدائنا وشفى الله مصابينا، حفظ مصرنا وعز شعبنا. السلام عليكم. المتحدث الثاني في المؤتمر هو الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصاديه الاستاذ وائل جمال. استاذ وائل جمال الحقيقه واكب بالثوره خلال سنتين ونص بطرح اقتصادي مهم وبحلول حقيقيه مش نظريه لمعضلات مصر الاقتصاديه. اختارت الانظمه المتعاقبه اللي يعني استولت على السلطه منذ بدايتها
بعد الثوره انها تتجاهل هذه الحلول وهذه الطروحات. وطبعا النهارده مش هنا بصفته خبير اقتصادي، هو بصفته عضو مؤسس في الجبهه، وهو هيكلمنا عن البيان التاسيسي. صباح الخير، احنا بنرحب بيكم جميعا وندعوكم للنضال معانا. الجبهه اللي احنا بصددها النهارده جبهه طريق الثوره الصغار، مش جبهه بيانات ولا جبهه شخصيات عامه ولا جبهه احزاب بالمعنى الضيق ولا جبهه تنسيق بين قوى ثوريه. دي جبهه مفتوحه للنضال والعمل المباشر مع الناس على قضاياهم اللي خرجوا عشانها في يناير 2011. احنا بالسبب ده احنا بنتجمع مع بعض، لان احنا شايفين انه المعركه الدايره دلوقتي وجزء كبير جدا من المعارك اللي كانت دايره قبل كده لا تضع في اعتبارها هذه القضايا الاساسيه، المطالب الاساسيه العادله اللي الثوره دي قامت عشانها، ثوره يناير، واللي خلت الناس تخرج في الشوارع مرات عديده مره ورا مره ضد الانظمه المختلفه، بدءا من حكم المجلس العسكري وحكم وخيانه الاخوان المسلمين للمبادئ والمطالب بتاعت الثوره، واللي هتخلي الناس يقاتلوا تاني علشان يحافظوا على حقوقهم في العيش الكريم، في حرياتهم وفي استقلالهم الوطني. انا هقرا عليكم البيان التاسيسي. احنا عندنا كمان مشروع للمبادئ السياسيه. مشروع المبادئ السياسيه ده فيه برنامج او نقاط برنامجيه عامه هيبني عليها تصورنا لايه بالظبط اللي لازم يتعمل وسط الناس عشان نبني بدايل حقيقيه على الارض مع الناس. وهتلاقوا المشروع ده موجود على الصفحه بتاعت الجبهه في فيسبوك. جبهه طريق الثوره صوار، البيان التاسيسي. بعدما يزيد عن عامين ونصف من قيام الثوره، لا زال المصريون لم يدركوا حلمهم ببناء جمهوريه جديده تحقق لهم ما يتطلعون اليه من سياده الديمقراطيه وقيم العداله والمساواه. خرجت الملايين الى الشوارع مرات تنشد ذلك الحلم. الاولى في يناير 2011 لاسقاط نظام مبارك القائم على الفساد والاستبداد والتبعيه وتزييف الوعي وتزوير اراده الشعب. والثانيه في يونيو 2013 لاجبار محمد مرسي على التنحي بعد ان فقد شرعيته بسبب سعي جماعه الاخوان المسلمين الى الهيمنه على الحياه السياسيه واعاده بناء منظومه الاستبداد مستغله فوزها في اول انتخابات حقيقيه من الناحيه الاجرائيه تجري في مصر منذ عقود. كاننا عدنا الى نقطه البدايه، ولذلك فالنضال من اجل الحلم لا يزال قائما، كما ان اراده الشعب التي اظهرت ذاتها في الثوره لم يعد من الممكن تقييدها. وقوى الثوره تدرك حتميه التجمع في جبهه لانتزاع مطالب الثوره واحداث كل الضغوط السلميه الممكنه للحيلوله دون اختطافها مره اخرى، خاصه وان المواجهات التي دارت بين السلطه الانتقاليه وانصار الرئيس المعزول افسحت المجال مره اخرى لعوده القمع والانتهاكات وممارسات داميه واسعه النطاق. انطلاقا من هذا كله نعلن عن تاسيس جبهتنا، جبهه انتصار الثوره الثوار، لتناضل مع الناس من اجل اصلاحات جذريه جوهرها اعاده توزيع الثروه لصالح جماهير الفقراء من المصريين ومحدود الدخل، وبناء ديمقراطيه المشاركه الشعبيه. جبهه تجمع كل فرد يعي انه بغير تلك الاصلاحات الجذريه لا سبيل لانتزاع العيش والحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه. جبهة تسعى لاستعادة الثورة والتصدي للثورة المضادة في سوارها جميعا بمقاومة بوادر الدولة الأمنية في حماية السلطة العسكرية وسلطوية وعنف وطائفية الإخوان في آن واحد. وعليه فإننا نحدد أهداف نضالنا في 1. إعادة توزيع الثروة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويشمل هذا تغيير أولويات الموازنة العامة وزيادة مواردها بطريق نظام ضريبي تصاعدي أكثر عدالة، وتحسين مستوى الخدمات العامة وتوسيع نطاقها، وتعديل منظومة الأجور، فبغير هذا كله لن يكون هناك استقرار. قطع الطريق على نشوء نظام حكم استبدادي
بطريقة إعادة تصميم وبناء مؤسسات الدولة على أساس ديمقراطي وتعميق ديمقراطية الصناديق لتصبح ديمقراطية تشاركية فعلية تتيح للمواطنين المشاركة في صنع القرارات وإنفاذ الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة وفي القلب من هذا إصلاح القضاء وإعادة هيكلة جهاز الشرطة بالقضاء على كل أشكال الاضطهاد والتمييز والتصدي للتحريض الطائفي والعنف ضد النساء وتدارك التهميش الواقع على قطاعات من الشعب على أسس عرقية أو جغرافية أو دينية أو ثقافية أو طبقية. 4. تأسيس مسار واضح للعدالة الانتقالية يشمل محاسبة كل المتورطين في جرائم ضد الشعب وإصلاح الأجهزة الأمنية ومرفق العدالة لمنع عودة الممارسات القمعية. وهذا البند يشمل كل من تورطوا في الجرائم من نظام مبارك إلى سلطة المجلس العسكري إلى حكم الإخوان إلى السلطة الحالية، كل من يثبت أنه أجرم في حق المصريين يجب أن يخضع لسلطة العدالة الانتقالية ومصارعها. تبني سياسة خارجية قاومها مصالح الجماهير تضمن الاستقلال الوطني وكسر قيود التبعية السياسية والاقتصادية ومد جسور الدعم والتضامن إلى كل حركات التغيير الثوري الساعية إلى الديمقراطية والحرية. فنحن نرى الثورة المصرية في مقدمة موجة ثورية عالمية تسعى إلى إنتاج عالم أكثر عدالة وحرية لكل الشعوب. الجبهة تعلن التزامها بالنضال لتحقيق هذه الأهداف جميعها وأنها ستشرع عمليا فور تأسيسها في إطلاق عدد من الحملات المشاركة فيها مفتوحة لكل من يرغب، من بينها وثيقة حقوق المصريين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الدستور وحملة بعنوان لا تقترضوا باسمنا. الدعوة إلى المشاركة في هذه الحملات وغيرها ليس مشروطا إلا بالإيمان بالثورة وبأهدافها. التفاف الجماهير حولها هو ضمان تحقيق هذه المطالب برغم العقبات في مسار الثورة ومساعي تقييد إرادة الشعب التي أظهرت نفسها. ناضلوا معنا. شكرا جزيلا.